ثورة صيف جاسر، طالبة ماجستير، عمري 45 سنة. What do you think about the elections؟ شنو رأيك بالانتخابات اللي صايرة هسه؟ والله بصراحة يعني نشوف أكو حرية وديمقراطية موجودة، فإن شاء الله الرجل المناسب يكون في المكان المناسب. بالنسبة يعني من مؤيدين الكتلة العراقية أستاذ كاظم المحامي وبالدرجة الأولى هو رئيس الكتلة إياد علاوي. She voted to إياد علاوي because he think he's a good man and democracy man and Iraq would be good with him. ليش اختاريتي العراقية؟ الصراحة يعني هو رجل ألماني ألماني يخدم العراق، يعني لاحظ الكتل الدينية الموجودة الأغلبية يعني شوية يعني ما عندها شعبية صارت بالعراق، والرجل عنده شعبية لأنه هو رجل ألماني ورجل وطني ويحب العراق. Yeah, Iyad Allawi love Iraq and he's a very good man and he's not like religion men. They are very hard, very difficult. And Iraq with Allawi will be very good and very honest.